حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فاهللنا بعمره ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمره ثم لا يحل حتى يحل منهما فقدمت مكه وانا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طاف طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.